مدينة لطالما كانت العنوان الرسمي للاستعدادات العدائين المغاربة، وسرا من أسرار تتويجات العدائين المغاربة على المستوى العالمي. اليوم إفران ببنيتها التحتية المميزة تحتضن معسكرات أندية عربية. نادي الشمال القطري لكرة السلة اختار إفران شمال المغرب لتشكل مركز استعداداته للاستحقاقات القادمة. ارتفاع إفران بأكثر من 1600 متر عن سطح البحر شكل مناخا مثاليا لنادي الشمال للاستعداد الجيد. الفندق يحتوي على إمكانيات رياضية وتجهيزات رياضية في المستوى العالي اللي خلتنا نقدروا نجلبوا فرق دولية لإجراء المعسكرات التدريبية ديالها. المغرب يتوفر أيضا على فرق من المستوى الكبير اللي كيقدر يخلينا يتحكم مع هاد الفريق اللي كيدير المعسكر ديالو في مدينة إفران. إن شاء الله احنا فريقنا يعني فريق نادي الشمال الجديد تكوينه تعاقدنا ويا اللاعب محمد حشاد ذات مستوى عالي، وهو لاعب منتخب المغرب ويلعب في الدوري الفرنسي، واثنين أمريكان بعد نفس الشيء هم على مستوى عالي وأثمروا جهودهم على الفريق. فاحنا الفريق تو بادي معسكره حق الموسم في قطر ان شاء الله. فريق الشمال واجه فرقا مغربيه ابرزها الجيش الملكي والنادي القنيطري، اضافه لبطل المغرب جمعيه سلا. النادي استفاد من التجربه المغربيه لا سيما مع قدوم اسماء يقودها الدولي المغربي كما الحشاد. نادي الشمال القطري فريق عنده تقريبا سنتين وهو العام الثالث تاعو في الدرجه الاولى. السنة الأولى كانت تجربة، السنة الثالثة ولينا الفريق تيبحث باش يكون مع ست الفرق الأولين، وهذا تم بانتدابات في المستوى، عززنا بهم الفريق تقريبا أكثر من 80% ديال الانتدابات اللي قمنا بها. الهدف وهو يكون فريق واحد لأن فريق حديث العهد. إفران من بوابة أندية كرة السلة تطمح لبداية جديدة لاستضافة الأندية العالمية للاستعداد بمدينة الشمال المغربي. مدينة إفران تستعد لاحتضان معسكرات عدد من الأندية في المستقبل القريب، ليشكل معسكر نادي الشمال البداية الحقيقية لمدينة تزخر بمؤهلات عديدة. ياسين معرش، بي إن سبورتس، إفران.